في جيو إكسبريس حتى الماضي ساعة باش نحكيه على الأحداث المتعلقة بالجانب القانوني الدولي فيما يخص الحرب، أو تحديدا فيما يخص الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. سنتحدث كذلك فيما يتعلق بما يحدث اليوم في البيت الأبيض والسباق، هل سيؤثر على كيفية نهاية الحرب وكيف يمكن أن نصل لإيقاف إطلاق النار، وخاصة يعني ما يحدث في المنطقة أيضا من خلال العملية النوعية التي قام بها الحوثيون. هذه محاور النص ساعة الأولى. النص ساعة الثانية باش نمشيو للحديث عن إفريقيا في علاقة بتركيا. اليوم تركيا تعزز حضورها أكثر فأكثر في إفريقيا فيما يتعلق بالحضور الاستخباراتي العسكري وحتى في استخراج النفط والغاز. هذا محورنا في النص ساعة الثانية. مرحبا بكم. L'invité Géo Express. 288 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعد للغارات العسكرية الإسرائيلية على عدة مناطق في غزة وكتائب القسام وسرايا القدس، تكثف هي أيضا قصفها على بعض المناطق. لكن بالتوازي مع ذلك شفنا كارثة إنسانية مروعة وارتفاع يومي لعدد الشهداء والجرحى في ظل تواصل هذه الغارات والتي تتسع كذلك إلى جنوب لبنان. لكن الحدث اللي ربما الناس كل نتبعوا فيه البارح هو قرار محكمة العدل الدولية، هذا القرار الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، ويفرض على الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان والتعويض عن الاستيطان والامتناع عن تقديم امتناع الدول عن تقديم أي دعم لإسرائيل. هذه ربما أبرز ما جاء في هذا القرار. دلالات هذا القرار نتبين ينوها مع ضيفي الحاضر معي الدكتور أمين مشيق بالأكاديمي والوزير الأردني السابق. مرحبا بك. مرحبا. عزين. شكرا. إذن هذا القرار الذي يعني صدر عن المحكمة هو يعني استشاري ليس من باب الصبغة الإلزامية، لكن كيف قرأته فيما يتعلق بالمضمون؟ يعني مضمون القرار تضمن يعني ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول يعني على إسرائيل وضع الاحتلال، وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي التي احتلت عام 67، والتوقف عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات، وعدم الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي على الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وأنه على إسرائيل أن تنهي هذا الاحتلال وأن تقدم يعني بدل الضرر الذي ألحق بالمواطنين الفلسطينيين وأراضيهم طيلة هذه الفترة. صحيح أنه هذا القرار غير ملزم وهو استشاري بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه يعني يضع الإطار القانوني أو يضع إطار القانون الدولي ورأي القانون الدولي فيما يجري في فلسطين منذ عام 1967، وأنه هذا الاحتلال غير مشروع أو غير معترف به، والاحتلال هو غير قانوني ولا يتم الاعتراف بالمستوطنات التي أقيمت على الأراضي في الضفة الغربية. وبالتالي أنه هذا التغيير الديموغرافي اللي هدفه جعل الفلسطينيين أقلية والاستيلاء على أراضيهم بالقوة وهدم المنازل وإقامة مستوطنات، يعني هناك اللي أقوله أنا بشكل إجمالي أنه هذا قرار إيجابي للقضية الفلسطينية، لكن الأمر يعتمد على مجلس الأمن. مجلس الأمن هو الذي سيرفع له هذه القرار ومحتوياته وموضوعاته، ومجلس الأمن يقرر فيما لو أنه هذا التطبيق القانون الدولي يكون لزاما على إسرائيل قبوله. لكن معروف أنه في مجلس الأمن في هناك فيتو أمريكي يستخدم ضد أي تصور أو أي توجه يدين إسرائيل
بممارساتها العدوانية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام. أكيد، وهذا شفناه من خلال تصريحات رئيس يعني بنيامين نتنياهو الذي قال هذا القرار كاذب وأن الشعب اليهودي هو صاحب الأرض. يعني اليوم عندما نتبين أنه وإن كان جاء هذا القرار القضائي الدولي بعد أكثر من 57 سنة بأنه هذا الاستيطان غير قانوني وما تقوم به إسرائيل يعني فيه عدم احترام لهوية شعب كامل، لكن اليوم هل 7 أكتوبر هو الذي أثر في مجرى قرار المحكمة حتى وإن كان السياق مختلف؟ يعني هو لا يتعلق بالحرب في قطاع غزة، لكن هل ما حدث هو أثر يعني على هذا القرار؟ أحداث 7 أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وعملت على إبراز القضية الفلسطينية وأن هناك ظلم لحق بالفلسطينيين وأسى لحق بالفلسطينيين، وبالتالي أحداث 7 من أكتوبر أدت إلى إبراز القضية مجددا بشكل عام. لكن طبعا احنا نرى المواقف الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو التي ترفض قرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية وحتى قرارات المحكمة الجنائية الدولية. ويعني إذا أخذنا التاريخ السياسي هناك 800 قرار من الجمعية العامة تم رفضهم وعدم التزام إسرائيل بهم، و85 قرار من مجلس الأمن كذلك الأمر رفضت إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن. فإسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي وفوق الشرعية الدولية لأنها محمية من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي يعني عنصر مشارك في الحرب في قطاع غزة الآن من حيث البعد الاستخباري، من حيث البعد المالي، من حيث البعد الدعم العسكري. ولولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل أن تتحمل 9 أشهر من هذا العدوان الذي يعني أجرته على الشعب الفلسطيني وعملية التقتيل. نتحدث نحن عن 38,000 شهيد بالإضافة إلى المفقودين يتخطى 20,000، بالإضافة إلى ما يزيد عن 80,000 جريح، بالإضافة إلى هدم ما يزيد عن 80% من قطاع غزة وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة بهذا الشكل لإنهاء كل أشكال البنية التحتية داخل القطاع. احنا يعني أمام حكومة إسرائيلية متطرفة حتى أنها ترفض التصديق على مسودة الاتفاق أو الاتفاق الذي تقوم بالوساطة به الولايات المتحدة وقطر ومصر، وانه يعني على الرغم انه بلينكن امبارح رئيس وزير الخارجيه الامريكي يقول انه نضج الاتفاق ولا بد من التصديق عليه. نجد انه الحكومه الاسرائيليه بقياده بنيامين نتنياهو تماطل في الموافقه على وقف اطلاق النار وايجاد حل للمختطفين واخراج السجناء الفلسطينيين بالتبادل مع المختطفين، وبالتالي هو يريد يعني المماطلة وتمديد الوقت إلى أن يزور واشنطن ويلقي خطابا في الكونغرس الأمريكي اللي سينال به دعم معنوي ودعم عاطفي تجاه، وهذا ما سنتحدث لأنه معه، لأنه الولايات المتحدة مهما كان من يكون في البيت الأبيض إن كان ديمقراطي ولا جمهوري هو يدعم إسرائيل قلبا وقالبا. نعم دكتور أمين مشيخبة، خليك معنا فاصل إشهاري ونعود لنواصل معك اللقاء.